في قطاع الاتصالات الإماراتي تعتزم هيئة تنظيم الاتصالات تخفيض أسعار المكالمات الدولية والتي تشمل أيضا على خدمات الإنترنت. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الإمارات مع منظمة التجارة العالمية بتحرير قطاع الاتصالات قبل العام 2015 بغية تعزيز مستوى التنافسية. نظرة على أسهم الاتصالات الإماراتية، أكيد الإمارات للاتصالات اليوم فيها ارتفاع بعشر فلوس إلى 10.90 دراهم. ونظرة على سهم دو أيضا وهي المنافسة لاتصالات الإمارات، اليوم بسوق دبي سهمها متراجع ب1.25% إلى 3.17 دراهم. على كل، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أبو ظبي السيد محمد ناصر الغانم، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك معنا، وشكرا جزيلا على مشاركتك ببرامج الأسواق العربية لتعطينا بعض الإيضاحات. أستاذ محمد، ما حقيقة هذه التصريحات التي نسبت إليك بالصحف اليوم؟ هل صحيح هناك نية لتخفيض الأسعار وعلى أي خدمات على وجه التحديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب في البداية حاب أني أنا أوضح نقطة مهمة جدا، وهي أن هناك هيئة تنظيم الاتصالات تضع السياسات العامة لتحفيز شركات للتنافسية، وعادة المنافسة تجر خلفها طبعا خفض في الأسعار، محاولة الحصول على مشتركين جدد أو مشتركين من الشركات المنافسة. هي تنظيم اتصالات بصدد طبعا بصدد إطلاق عدة خدمات مع مشغلي خدمات الاتصالات في الدولة. الخدمة الأولى هي خدمة نقل الأرقام، المتوقع أن تنطلق في الربع الثالث من هذا العام. خدمة نقل الأرقام هي خدمة معروفة عالميا، طبقت في عدة أسواق عالمية، وهي إن شاء الله سوف تطبق في سوق دولة الإمارات. تتيح للمشترك الخيار الكامل بالتنقل ما بين المشغلين مع المحافظة على رقم المشغل نفسه. طبعا الكثيرين يجدون هناك صعوبة في اختيار باقات المشغل الآخر، لأنهم يحاولون قدر الإمكان المحافظة على رقمهم، لأن الرقم بالنسبة لهم عبارة عن ثابت أو أن يتعرفون عليه أصدقائهم أو شركائهم في العمل. فلهذه السبب خاصية نقل الأرقام سوف تتيح للمشتركين بالتنقل بشكل أفضل وأحسن ما بين المشغلين. طبعا هناك ضوابط وضعتها الهيئة لهذا هاي العملية التنقل. على صعيد الهاتف الثابت، أخيرا توصلت مؤسسة الإمارات للاتصالات وشركة دو إلى اتفاق بخاصية السيل الرقمي. خاصية السيل الرقمي أو ما يسمى باللغة الإنجليزية البيت ستريم سوف يتيح لكل من الشركتين تقديم خدماتهم على شبكات الأخرى. على سبيل المثال تستطيع شركة اتصالات تقدم خدمات النطاق العريض لمشتركي دو في المساحات الجغرافية اللي تخدمها شركة دو، والعكس صحيح. يعني المناطق اللي الآن مثلا بدبي محتكة، يعني هي فقط لشركة دو، ستصبح مفتوحة أيضا لخدمات شركة اتصالات، بدءا من متى سيحدث ذلك؟ طبعا هذا في نهاية هذا العام سوف تطلق هذه الخدمة تجاريا إن شاء الله. طبعا هذه الخاصية استغرقت لها فترة طويلة، لأن هناك أمور كثيرة فنية تم معالجتها على مدى أكثر من عام فائت. هناك تنسيق كبير ما بين الشركتين، اتفاق على 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 على, على, على كافة المستويات لتقديم هذه الخدمة، وهذا الموضوع سوف يشجع المنافس إن شاء الله. وبالتالي يعني سوف نرى حرص أكبر من قبل شركات الاتصالات في الدولة أنهم يعني يحافظون على مشتركهم الحاليين، وأيضا التنافس على الحصول على مشتركين جدد. ولكن أستاذ محمد، دائما الأسعار تهم الناس، لأنه أكثر ما يهمهم بالطبع المكالمات الدولية وتسعير الاتصالات والإنترنت. هل من نية فعلا لتخفيض الأسعار بتوجيه منكم؟ لأنه أنت ذكرت أنكم أنتم تضعون السياسات، ولكن هنا سؤال، هل ممكن أن تؤدي هذه السياسات بشكل باحتمال كبير إلى تخفيض الأسعار، وبأي مهلة زمنية؟ أكيد طبعا هناك لما بدأت المنافسة في دولة الإمارات كان هناك شغلتين حصلوا في السوق على أرض الواقع. تم انخفاض أسعار المكالمات بشكل عام، إذا كنا هناك نتكلم عن حقيبة المكالمات بشكل عام أو سلة المكالمات بشكل عام اللي هي ثابتة أو متحركة أو خدمات دولية أو إنترنت، فانخفضت الأسعار منذ عام 2007 إلى هذا اليوم. وفي نفس الوقت ارتفعت نفاذية القطاع
من حوالي 117% الى اكثر عن 200% خلال 3 سنوات الماضيه. الان مثل ما قلت لك انا يعني الخدمه خدمات او المشرع بشكل عام وهيئه تنظيم اتصالات تضع الخطوط. ولكن استاذ محمد اعذرني للمقاطعه، ولكن اليوم لدينا شركتين وهما يمكن مرتاحتان بالوضع الحالي، فكيف ستزيد المنافسه اذا كان مشغلان يتقاسمان السوق بالوقت الحاضر؟ فهذا لن يؤدي بالضروره الى تخفيض الاسعار. نعم، إذا فتحت هذه الخاصيتين، خاصية نقل الأرقام ما بين المشتركين وخاصية السيل الرقمي لتقديم خدمات الإنترنت والنطاق العريض، تأكد بأن هناك سوف تكون منافسة للحصول على قاعدة مشتركين أكبر من طرف الشركتين. واليوم الشركتين تتنافس بشكل كبير جدا في قطاع الهواتف المتحركة. اليوم حصة اتصالات تقريبا 57% وحصة دو تقريبا وصلت إلى 43%. أما بالنسبة للسوق الثابت فهو ما زال هناك مناطق جغرافية تقدم من قبل اتصالات ومناطق جغرافية تقدم من قبل دو. هذه العملية إن شاء الله على نهاية هذا العام سوف تنتهي وسوف يكون مشترك له الخيار الكامل. نحن في الهيئة نحرص أن يكون لدى المشترك خيار كامل سواء كان في سوق الهواتف المتحركة أو الثابتة. أستاذ محمد، سؤال أخير وسريع جدا لو سمحت، رسوم الامتياز على اتصالات متى سترفعونها عن الشركة؟ ودو هل سيفرض عليها رسوم امتياز بال 2011؟ لأنه كنتم ذكرتم أنه كل سنة على حدة يتم القرار فيها. رسم الحق الامتياز الاتحادي وهذا من اختصاص وزارة المالية بدولة الإمارات، أعتقد أن هذا السؤال يجب أن توجه إلى وزارة المالية. نحن نشكر مشاركتك معنا أستاذ محمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات، شكرا جزيلا لك.